أشياء كثيرة، لو أنها لا تبقى من الخيال، أريدها حقيقة مثيرة وتعطينا الفائدة والجمال. كم أتمنى. هيا أرجوك كفي عن اللعب، منذ بداية الحصة لم تتوقفي عن اللعب. عفوا يا آنسة، كم أتمنى لو كانت هذه هي قبعة الإخفاء، لكنت قفزت على كل المقاعد في الصف ونصبت المقالب للطلاب وأفرغت الحقائب كلها ورميت الكتب في الهواء، وقبل أن ينتهي الدرس أخرج من الصف دون أن يلاحظني أحد. أنت من فعل ذلك، لقد سقطت القبعة واتضح كل شيء، لذلك سأعاقبك بتنظيف وترتيب كل ما أفسدت. أنا آسفة، في الحقيقة القبعة. من الجيد أن قبعتي ليست قبعة إخفاء، فلو كانت كذلك لكنت وقعت في المشكلات وأزعجت من حولي. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.